بهدف توحيد الرواية الرسمية في المواضيع المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، تتجه الحكومة إلى ربط الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات فنياً بوزير الدولة لشؤون الإعلام. كشف عن ذلك وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين خلال ندوة عقدتها كلية الإعلام في جامعة البتراء. وأشار دودين إلى خطة تهدف إلى إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلومات ومهاراتها في النظام التعليمي، منوها بأن هنالك توجها لدى الحكومة لتدريس منهاج التربية الإعلامية في المدارس في العام الدراسي المقبل، إضافة إلى جعل هذا المنهاج مساقا أساسيا في الجامعات وليس اختياريا. بالنسبة للتربية الإعلامية أيضا تم التعاقد مع معهد الإعلام الأردني ليصار إلى تدريب 3000 معلم من وزارة التربية خلال الفترة القادمة ومن الناطقين الإعلاميين. بالنسبة لما تفضلت به، هذا جدير حقيقة بأن نرفعه إلى معالي وزير التعليم والتعليم العالي، بأنه فعلا طلبة الكليات الإعلامية هم الأجدر وهم الأقدر على أن يعلموا مثل هذه المادة في المدارس. أولا سنتأكد من أن هل هناك من خريجي الإعلام في وزارة التربية، واحد، لكي نؤشر عليهم ويكونوا هم يعني لهم الأولوية في ذلك.